شكرا جزيلا على تقديرهم للسباقات البحرية. ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من السردال من دبي دانة الدنيا. من جمال البحر وصفائه ونقائه نبدأ حلقة جديدة معكم. أهلا ومرحبا بكم. متنوعة ومتعددة تجمع ما بين التراث والمنافسة لتنتج سباقات بحرية غاية في الإثارة. مواضيع مختلفة في حلقة السردال نتعرف عليها سويا. تشاهدون اليوم في السردال: دبي تحتفل بكأس آل مكتوم لقوارب التجديف، وصناعة المحامل الشراعية قصة تربط الماضي بالحاضر، عيسى العلي إلى الفورميلا 1 بتصريح حصري للسردال. وكما تعودنا نبدأ حلقتنا باستعراض لأهم الفعاليات البحرية التي شهدتها الدولة خلال الأسبوع الماضي. المزيد من التفاصيل في أجندة السردال الأسبوعية. نبدأ فقرات حلقتنا لهذه الليلة مع فعاليات الجولة الختامية من كأس آل مكتوم لسباقات التجديف. وكما عودتكم كاميرا السردال تواجدت في الحدث لتنقل لكم التفاصيل. اتجهت أنظار عشاق الرياضات البحرية التراثية إلى جزيرة نخلة جميرة مؤخرا لتشهد على منافسات شوط سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدما. أغلى بطولات موسم التجديف التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الرياضي 2016-2017. حمل السباق رقم النسخة 20، مما يبرهن على مدى حرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على الإيفاء بالتزامه في تطوير الموروث الحضاري، حيث ظل الحدث كموعد ثابت ينتظره محبو رياضة التجديف كل عام، لأنه يعتبر بطولة ذات مذاق خاص ومتفرد، حيث يعتبر الحدث من أعرق البطولات والمسابقات التراثية الرياضية البحرية والتي تجمع النخبة والأقوياء في هذه الرياضة، وتعكس على مدى ارتباط أهل الإمارات بماضي الآباء والأجداد، حيث سجلت المنافسات تطورا مستمرا وزيادة في عدد القوارب. تواجدنا قبل انطلاق السباق لنراقب عن كثب تجهيزات الفرق قبل الانطلاق. خلال السنة هذه عدينا مشاركات خارجية الدولة وداخل الدولة، واستعدينا استعداد قوي إن شاء الله حق هالسباق والسباقات اللي طافت، يعني طلعنا بمستوى إن شاء الله يعني يليق ويشرف حكومتنا، حكومة الفجيرة يعني من المالك اللي هو الشيخ حمد، والحمد لله يعني توفقنا في سباقات اللي هي كانت في قطر وفي الإمارات، والحمد لله تجهيزاتنا إن شاء الله بتكون يعني
مثل ما قلت قوية، وإن شاء الله داخلين هالسباق إن شاء الله إن شاء الله بكل قوتنا إن شاء الله. يعني قبل أي سباق هل في هناك أي تجهيزات جسمانية للمتسابقين؟ كيف تتعاملوا؟ في تكنيك خاص؟ في خطة خاصة تمشوا عليها؟ الحمد لله إحنا أهم شيء يكون الجروب مع بعض متجانس، والحمد لله كل يعني التمارين كلها تكون في البحر، يعني ما تكون تمارين خارجية، تمارين كلها في البحر ونفس الوقت يعني على الميداف يعني اللي هو هذا الخشب. والحمد لله يعني تمرنا تمرين واستعداد قوي بخصوص اللي هو كاس أهل مكتوم إن شاء الله هو اليوم، وإن شاء الله الله يوفقنا إن شاء الله في هالسباق إن شاء الله يا رب. سعيد المطيري فقد تحدث عن تدريبات الفريق وتجهيزاتهم قبل السباق، مؤكدا على أهمية التدريب لمثل هذه السباقات التي تحتاج إلى قدرات بدنية عالية. أهلا وسهلا فيك بالسردال، لو تحدثنا في البداية عن تجهيزاتكم قبل الخوض في هذه الجولة الختامية للسباق الكأس الغالية كأس آل مكتوم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناتكم قناة ياس ما قصرتوا، هذا شرف لنا نحن أن نقابلكم. وبخصوص السباق، طبعا هذا السباق سباق نهائي ويعتبر نهاية الموسم، والكل عين على هذا السباق والجميع مجتهد، ولا كله مجتهد نصيب بإذن الله. حدثني قبل السباق هل في تدريبات معينة؟ هل في خطة عمل معينة بتكونوا رسمينها؟ كيف بتهيئوا نفسكم للسباق؟ نعم بلا شك طبعا لازم يكون في تمرين جامد، في تمرين قوي، في تخطيط، في ترتيبات لهذا السباق، لأن هذا السباق يعتبر أغلى سباق حاليا في الدولة. إيش أهم الأشياء اللي بتحرصوا على القيام فيها قبل السباق؟ حدثني عن ترتيباتكم كفريق، حدثني عن اللغة اللي بتتفاهموا فيها كالأوردرات أو الطلبات اللي بيطلوها منكم النوخذة. نعم لازم لك الفريق له أسلوب معين في التمرين، أسلوب معين في السباق، كيف أنه يطلب من ربع اللي في المحمل القوة والخفة والراحة، فلازم يعني في إشارات، في عندك تحدث، في إشارات بالإيد، في هذه الأمور. شهد السباق الكبير والذي انطلق من عمق نخلة جميرة بمشاركة 25 قاربا على متنها ما يصل إلى 300 فرد، شهد نجاحا كبيرا بعدما عمدت اللجنة المنظمة إلى اعتماد إجراءات جديدة في نقطة البداية، مما ساعد على انطلاقة السباق في موعده دون تأخير أو أي مشاكل في الانطلاقة. وأظهرت القوارب 25 المشاركة تنافسا ساخنا من خلال مراحل السباق وعلى مسار السباق، والذي وصل طوله إلى 3 كيلومتر، حيث شهدت تقاربا بين القوارب المتنافسة على القمة، ولم يظهر المنافسون الكبار إلا في الأمتار الأخيرة وقرب خط النهاية. وتقدم شناص 20 بقوة في المراحل الحاسمة بعد منافسة قوية وشرسة مع القارب ثوبان 10 لمالكه الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، وبقيادة النوخذة سالم عبيد الزحمي، والذي حل في المركز الثاني، وذلك بعد صراع مثير وقوي. توجه شناص بالوصول أولا إلى خط النهاية، وعاد المركز الثالث إلى طاقم القارب رأس الخيمة 27 لمالكه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسم، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبقيادة النوخذة ناصر حسن الكاس، فيما حل في المركز الرابع القارب وادي حام 88 لمالكه الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، وبقيادة النوخذة يوسف بن عباد الشحي. عاش طاقم القارب شناص 20 التابع لوزارة الشؤون الرياضية بسلطنة عمان بقيادة النوخذة ماجد المعمري عاش فرحتين، الأولى هي الفوز باللقب الكبير للمرة الرابعة في تاريخ المسابقة العريقة والتي انطلقت عام 1998، والثانية بعدما توج بلقب الموسم بحصده أفضل معدل للنقاط في 3 جولات.
الحمد لله أنا أشوف أن السباق ناجح، وإحنا هذا السباق استعدينا له يمكن ما يقارب الحين الشهرين من بداية الموسم. الحمد لله أول الموسم الجولة الأولى حرزنا على المركز الأول، والجولة الثانية حرزنا على المركز الأول، واليوم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى حرزنا على المركز الأول في المجموع العام وفي كاس مكتوم. ويعني على أشناص هذا ما غريب، لأنه امتلك كاس مكتوم من قبل، كان 3 مرات في المركز الأول، وهذه المرة الرابعة يعني الحمد لله. طبعا احنا عندنا الفريق يمكن ما يتكون من 40 شخص، فيوميا التمرين، واحنا الحمد لله هذا الفريق كوناه من 2009، والحين احنا نحرز ما يقارب 66 بطولة المركز الأول، طبعا المجموع في دبي وفي أبوظبي وفي قطر، وعلى المجموع العام يعني يمكن الحين احنا حرزنا يمكن هاي السنة الرابعة على التوالي في سنة واحدة، يعني احنا 7 مرات يمكن في إمارة دبي المجموع العام المركز الأول. يعني الفريق مميز ومعروف من الجميع يعني أن فريق شناص قوي، والقوي الله سبحانه وتعالى. والله أسباب الفوز التمرين، لأن احنا طبعا في التمرين بنتميز دائما في قوة الجسد، في قوة البدنية، فكنا نتمرن يمكن إذا الشباب يتمرنوا 3 كيلو احنا نتمرن 5 أو 6 كيلو على السباق يعني. فالحمد لله رب العالمين، يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى، جهدنا وتعبنا ما راح بلاش يعني. هذا كاس آل مكتوم يعني هذا مميز، مميز حتى بالنسبة لنا يعني جميع المتسابقين. طبعا كان نظام سابقا اللي يحرز كاس مكتوم 3 مرات على التوالي أو 3 مرات متفرقة يمتلك الكاس، وهذا كاس مكتوم مميز من بين جميع البطولات يعني. فاحنا بالنسبة لنا شرف أن يعني حرزنا هذا المر يعني على المرة الرابعة نحرز هذا الكاس يعني الحمد لله. إبراهيم علي نأخذ الثوبان 10 والفائز بالمركز الثاني فقد تحدث عن أهمية التدريب بالنسبة للفريق. والله سباق جيد، تنظيم جيد، كل شيء جيد، والحمد لله توافقنا في المركز الثاني. أنت إذا تجهد تتعب تدرب تتعلم الشباب فيكون الحمد لله دوم تجيب النتيجة، لكن إذا تي مثلا آخر يوم أو ما تدرب زين فصعبة يعني النتيجة. ألف مبروك الفوز بالمركز الثالث، حدثنا كيف كانت مجريات السباق. بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء كل الشكر لصاحب السمو الشيخ سعد بن صقر القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة على دعمه اللامحدود لهذا الفريق، ولولا دعمه وجوده معنا مستمر في التمارين لما يبنى المركز الثالث. الحمد لله رب العالمين، كنا مستعدين للسباق هذا من تقريبا من شهر، ويكفي ان اسم المكتوم، احنا لنا الشرف ان نشارك في هذا السباق، اسم غالي علينا كاس المكتوم، كنا مصدرين احنا الحمد لله السنه اللي فاتت المركز الاول، لكن الحمد لله هذا حد النصيب، الحمد لله رب العالمين. احكي لي كيف كانت حاله البحر، حاله الطقس بشكل عام، واستعدادات المتسابقين. والله كلهم مستعدين، يعني ما حد شارك في هذا السباق الا هو مرشح 25 قارب، كلهم ما شاء الله من اقوى المحامل اللي في الدوله. وكنا احنا مستعدين للسباق هذا من شهر تقريبا، وحالة البحر شوية هو، لكن الحمد لله سيطرنا على الوضع إن شاء الله الحمد لله. ما الذي يميز فريق عن آخر فيما يخص الفوز أو الخسارة؟ والله هو كثرة التمارين وخبرة النوخذة والبحار، والمحمل يلعب دور، فرمة المحمل هي تلعب دور بعد الحمد لله. ماذا يعني لك هذا اللقب في كأس المكتوم؟ والله هذا شرف لي أنا كمواطن أني أدخل سباق المكتوم وأحرز المركز الثالث الحمد لله رب العالمين على هذا المركز. محمد حارب المدير التنفيذي لنادي دبي للرياضات البحرية تحدث عن أهمية هذا الحدث الذي تحمل كأسه اسما غاليا على قلوب الجميع. البداية أحب أشكر قناة ياس تواجدها الدائم معنا في سباقاتنا البحرية في نادي دبي للرياضات البحرية. مثل ما شفنا اليوم وحضرنا ختام جولات التجديف في نادي دبي اللي هي عبارة عن جائزة المكتوم المتعارف عليها سنويا. مثل ما شفتوا الآليات اللي اتبعت في إقامة السباق هذه، الالتزام المشهود للأفرقة المشاركة،
الدعم اللي جانا من مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد بن مزحار، كذلك عضوية كل من علي ناصر بن حبالة وجمال بن كريشان وحريز الحريز وإبراهيم الحداد وعدنان العبار. اليوم نحن نحاول نوصل فكرة لجميع المتسابقين في إمارة دبي ودولة الإمارات بكل مدنها. نحن في نادي دبي نقدم خدمات ونخدم المتسابقين، هدفنا أن نوصل إلى آلية تسهل من المشاركة في سباقاتنا البحرية، تسهل من انضمام الأجيال الجديدة، تسهل من نقل الموروث البحري لكل فرد موجود في دولة الإمارات إن كان مواطن أو غير مواطن. كيف تلاحظ الإقبال على مثل هذه الرياضات سواء كانت رياضة التجديف أو غيرها من الرياضات اللي لها علاقة بالتراث الإماراتي؟ الواقع يقول مثل ما أنتم شايفين اليوم، والأعداد هي اللي تتحدث، الأعداد اللي تشارك في سباقات البحرية أعداد كثيرة ومتوارثة. إن كانت في فئة التجديف نلاحظ أن نسبة كبيرة منها شباب ناشئة توها بادية وموجودة، والقوة البدنية ترى مطلوبة في السباقات هذه. كذلك في الفئات الأخرى التراثية نلاحظ أن الأعداد مش بسيطة، يعني نتكلم نحن على أي جولة شراعية ترى حديثة أو شراعية تراثية تتكلم في حدود الأرقام من 4000 إلى 5000 مشارك. فهذه أرقام تتكلم عن نفسها، يعني ما يحتاج أي حد يعبر عنها. أنتم كنادي كيف تعملوا على جذب المتسابقين لممارسة هذه الرياضات باستمرار؟ شوفي، نحن كنادي نحاول نخلي الميدان متساوي لكل مشارك. آليتنا أو خلنا نقول طريقتنا هي الشفافية في التعامل مع كل المتسابقين، زايد بسط الميدان للمنافسة السليمة لكل المتنافسين. اليوم مثل ما أنت شايف، اليوم هذا ممكن يفوز بكرة أخوه يفوز. مثل ما تحدثت مع أخوان المتسابقين في اجتماع التنويري، بالنسبة لنا نحن كنادي نتمنى الكل يفوز، ما عندنا رقم واحد ولا اثنين، إن كلهم هم بالنسبة لنا رقم واحد. وهذه عبارة عن لمة جماعية تجمع المجتمع بحد ذاته. يعني أما هزيم الجمزي فقد عبر عن سعادته بنجاح التنظيم الذي ظهر واضحا في استحسان المتسابقين وانتهاء السباق بكل سلاسة ويسر. لو تحدثنا عن سباق اليوم، المسافة، حالة الطقس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة لخط سير السباق، خط سير السباق كانت 2.4 كيلومتر. حالة الطقس كانت ملائمة، طبعا فريق العمل كان يتابع حالة الطقس الخاص بالسباق اليوم، واتضح أخيرا أن الحالة تناسب وبيكون في سباق بشكل آمن مثل ما لاحظناه في سباق اليوم. حدثنا عن عدد المشاركين، كيف كان الإقبال في هذه الجولة الختامية؟ طبعا في الجولة الختامية كأس مكتوم هو خلاصة الموسم. بالعادة كأس مكتوم بشكل خاص ينال اهتمام من قبل المتسابقين. لاحظنا عدد المشاركين 25، اعتذر قارب واحد للظروف. كانت مجريات السباق مثيرة جدا، التنافس شاهدناه إلى اللحظة الأخيرة. يعني العديد من المتسابقين كانوا مهتمين جدا بتنظيم جولة اليوم فيما يخص الانطلاقة، حدثنا ما الجديد؟ بالنسبة لخط الانطلاقة وصلتنا بعض الملاحظات والاقتراحات من بعض المتسابقين عن إمكانية استخدام بعض الطرق التي تسهل من عملية الانطلاقة، ونحن بدورنا في النادي طبعا نسمع الاقتراحات وطبقناها في سباق اليوم. استخدام البنتون على خط البداية، نحن كمنظمين وأيضا كمتسابقين نال أريحية، وفي نفس الوقت أعطانا خط مناسب للانطلاقة. شفنا اليوم الانطلاقة كانت جميلة جدا، تليق بحدث مثل حدث كأس مكتوم. نتمنى إن شاء الله في السباقات القادمة نطبق نفس الآلية، وأيضا فريق العمل في النادي يتابع التجربة هذه، و
عندنا بعض المقترحات ايضا في النادي اللي بتطور ايضا العمليه هذه بحيث انها تكون عمليه سلسه في المستقبل. يعني بشكل عام كيف يعني تقيم سباق اليوم؟ والله سباق اليوم انا ما اقيمه، ولكن بما ان المتسابقين فرحانين طبعا بسباق اليوم، ولقى إشادة صراحة من جميع المتسابقين سواء اللي كانوا في المقدمة وأيضا اللي دخلوا من القوارب المتأخرة، ولكن نحن نسعى جاهدين في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن نطلع أي حدث ونعطيه أهميته ونحاول نستخدم الأساليب اللي تساعد أن نحن ننظم السباق سواء كان سباق تجديف أو سباق قوارب شراعية أو أيضا أي سباق ينظم النادي. لازلنا مستمرين معكم في حلقة استبدال لهذه الليلة، فاصل قصير ابقوا معنا. عام الخير هدفه خير المواطن وخير الوطن وترسيخ العطاء في الأفراد والمؤسسات للمجتمع، عطاء بلا مقابل كما أعطتنا الإمارات دون مقابل. قدم احتجاج رسمي، يجب أن تكون عندنا هذه الثقافة. وجودي أنا في الاتحاد الدولي اليوم دعم للبحرين والإمارات وقطر وكل الدول العربية. تغطية خاصة ومميزة لمهرجان الشيخ محمد بن راشد المكتوم في حلقة حفوز لهذا الأسبوع على قناة ياس. نادي أبو ظبي للفروسية، أكثر من 400 حصان، أكثر من 120 مالا، 21 فئة، نخبة من أنقى سلالات الخيول العربية، نخبة من أبرز الحكام في تحكيم الخيول. بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية على قناة ياس. مع أشعة الشمس الذهبية وإشراقة يوم جديد، يستعد الفرسان لإعلان التحدي في سباق يحمل الكثير من التشويق والإثارة، سباق كأس الريف 120 كيلومتر على قناة ياس. محامل تراثية تقليدية عرفناها منذ القدم ولا نزال نشاهدها إلى اليوم تخط أجمل اللوحات في سباقات المراكب الشراعية فئة 60 قدم، فكيف يتم صناعة المحامل الشراعية؟ بعدما كانت القوارب والمحامل الخشبية الشراعية إحدى وسائل النقل التي استخدمها الأوائل في منطقة الخليج في التنقل ونقل البضائع والصيد والغوص، جاء دورها اليوم لتكون إحدى وسائل المنافسة والترفيه والتعريف بالتراث الإماراتي. قد يعتقد البعض أن الإبحار الشراعي واحدة من الرياضات السهلة وغير المكلفة، لكن عند التوغل في عمق هذه الرياضة نجد أنها على عكس ذلك تماما، فهي رياضة مكلفة إلى أبعد الحدود، حيث يدخل في تصنيع القوارب بعض المواد التي تستخدم في صناعة الطائرات أيضا، ليصل متوسط سعر القارب أو المحمل الشراعي إلى نصف مليون درهم.
تصنع المحامل الشراعية في المناجر والتي تتواجد بكثرة في مدينة دبي، بالإضافة إلى مناجر خاصة لبعض الملاك الشغوفين بهذه الرياضة التراثية الأصيلة. وفيما يخص الشكل العام للمحمل الشراعي، فهناك شكل واحد للمجسم العام، لكن الاختلاف يأتي في شكل الشراع وتجويفه، إذ يتفنن كل مالك في صناعة الشكل الذي يريده. أول مرحلة البيس، البيس قبل الأميال، تحط البيس وتطلع، تخلي يعني مستقيم. أهم شيء إن يكون البيس مستوي، يعني ما يكون فوق نازل تحت، مرتفع فوق. يوم يعني نسمينا احنا نصلب البيس، صلبنا البيس ركبنا الأميال، بعد الأميال ندرخ البيس كامل من الصدر يرتفع. القبليين يحطون البيس والأميال ويحطون لوح المالت، عقب يحطون فرمان. احنا لا، نحط البيس والأميال ونحط الفرم وعقب نبني عليه اللحام. نحط أول لوح المالت ندرخه، وعقب نحط اللوح الثاني ونحط اللوح الثالث ونركب ونقبل ما بينهم. أصعب مرحلة هي مرحلتين، مرحلة يوم تحط الفرم، المرحلة الثانية يوم تركب اللحان إنه يكون متساوي كامل المحمل. ها أصعب يعني ترتيب الفرم، تطليعهم وتركيب اللحان. عقب المسألة سهلة يعني. والوقت على العامل، كم بتحط عامل؟ بتحط أربع عمال بياخذ لك 3 شهور، بتحط 6 بينغص على حسب كم من عامل عندك. شاف الفرمة عيب التفرم، قلت له خلاص خلنا ناشر وتشوف المحمل يوم يخلص اللحان لي يوصل له الوي وشو رايك. هي يوم يوصل له الوي يقول لي لا حمد، أنا والله الصدر عريض شوي، سلب لي الصدر والتفر أبغى شوي كيف مية عدل. أنا كل حد إذا أنت غلب سباق في سباق بيك يبى الفارمن اللي سابقه، ما بيجي بيقول لك حطني فارمن، بيقول لي حط لي الفارمن اللي سابقه. هني إذا ياك المتسابق، يعني إذا أنا مسوي الفارمن أنا بحط له الفارمن، ما عندي مشكلة. بس إذا حد جاي ومسوي فارمن لا خير، كل واحد فارمته حقه. إني متسابق وقال لي هذه فارمتي واشر لي، أشرت له. بس إذا يا واحد أنا ما أعرف وقال لي حط لي فارمن، حط له فارمن. أنا أشور عليه يكون محمل مغفي وبالانس، يعني ما بدلج، و يعني يوم يخط فيه ما يكون دلج ويكون بالانس، إنه يكون في متوازن. والله قبل التكلفة غالية، والمحمل يكون ثقيل، والدقل يكون كبير. يعني إذا أنت تبغى تسقب الدقل يبالك يمكن 30 نفر وسيارة يحطون. الحين لا، الحين 3 نفرين يسقبون هذا الشيء، وهو شكل تراثي ما يتغير. عندك حتى الحطب قبل يستعملون يعني إنش، الحين نستعمل إحنا نص إنش، يعني وايد يعني خفت. وأنت عندك إذا جبت يعني واحد صغير وديت السباق وشاف السباق هين بيدخل وياك، أما هذا صعب وكل شيء صعب، وهذا بيخليه يعني قرار. السفن نتحول إلى صناعة تراثية أخرى، وهي صناعة الحبال. مهنة صناعة الحبال ليست بالمهنة اليسيرة، ولا يتقنها إلا عدد من الناس. يحرك أصابعه بشكل متناغم كأنه يعزف على آلة موسيقية تنطلق نغماتها في الكون،
مزيج من الخبرة والمهارة تمتع بها صانع الحبال لكي يسلمها إلى النوخذ أو الجلاف أو من يشيد تلك الخيام في البر. هي مهنة مهددة بالاندثار، ولكن بفضل جهود الدولة في الحفاظ على موروث الوطن نرى هؤلاء الرجال في المهرجانات التراثية يروون للزائر كيفية إنجاز تلك الحبال المكونة من سعف النخيل. تلك الحبال كانت تستخدم في المحامل بمختلف أنواعها، وتعد من المواد الأساسية في النشاط البحري، كما يتم استخدامها في البر من خلال تثبيت الخيام أو أدوات الجر في الزراعة وغيرها من النشاطات التقليدية. تلك الحبال كانت تصنع من ليف النخل، حيث يتم قطع الليف ثم يغسل ويجفف بواسطة الشمس، وهذه الطريقة هي مهمة لتفكك الليف بفعل الحرارة ليكون جاهزا للغزل. صناعة الحبال كانت تتم بعد مرحلة تجفيف الألياف وتفكيكها إلى أجزاء طولية، يتم لفها وفتلها ما بين راحة الكف والقدم حتى تتماسك، بحيث يتم لف كل قطعتين بين راحتي الكف، ويمكن بذلك الوصول لطول الحبل المطلوب، كما يمكن التحكم كذلك بسماكة الحبل وفقا للغرض من استخدامه. فهناك الحبل الغليظ المستخدم لربط الحيوانات أو الغوص أو أعمال الزراعة أو الجر أو الرفع، والحبال المصنوعة من الليف تمتاز بالقوة والمتانة وطول صلاحية استخدامها. ويبدو أن العامة قديما لم يعتبروا صناعة فتل الحبال من الليف عملية صعبة، لكنها تحتاج لفترة طويلة من الجلوس في البيت لصناعتها، وربما كان هذا السبب وراء امتهان العديد من الرجال كبار السن الذين فقدوا أبصارهم لهذه المهنة التي أصبحنا نشاهدها في المهرجانات التراثية فقط. لازلنا متواصلين معكم في حلقة اليوم، فاصل قصير نعود بعده لنتعرف على فارس من فرسان الرياضات البحرية، تابعونا بعد الفاصل. مهرجان الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية والشركة الوطنية لإنتاج الأعلاف والدقيق يقدمان لجمهور مهرجان الشيخ زايد التراثي مفاجأة كبرى: سحوبات أسبوعية على 12 سيارة، جوائز نقدية بعشرات الآلاف، أجهزة هواتف محمولة وساعات وغيرها. احضروا السحوبات لتفوزوا بأروع الجوائز. تجرى السحوبات في التواريخ التالية: في 29 من يناير. ستجتمع صفوة الخيول في أغلى سباق في العالم، شوط واحد 12 جوادا، 12 مليون دولار، مضمار جولف ستريم بارك، كأس بيكاسوس العالمي 2017. كأس بيكاسوس العالمي 2017 على قناة ياس. فكرة تحولت إلى حقيقة، وحلم تجسد واقعا، هو من خطى خطوة البداية وسارت على نهجه الأجيال. نحن تراثنا حريصين عليه. رأى المستقبل في إرث الماضي وآمن بأن تاريخ الأمة هو موطن فخرها ومصدر عزها. كل ما غرسنا لي الحمار. فكان اختيار اسم الأب المؤسس
عرفانا بدوره في الحفاظ على إرث الإمارات العربية. جيلنا هذه وأبنائنا هذه لا ينسون ولا يحملون الماضي. مهرجان الشيخ زايد التراثي على قناة ياس. كأس رئيس الدولة للبولو على أبوظبي الرياضية الأولى. تعودنا وفي كل أسبوع من حلقة السردال أن نتعرف على فارس من فرسان الرياضات البحرية، فمن هو فارسنا لهذه الحلقة؟ صراحة علاقتي بالبحر علاقة غير طبيعية، يعني أنا أحس أني متربي في البحر، البحر جزء مني كبير. صحيح يعني مثل يكون واحد من عائلتي مثل البحر، فعلاقتنا علاقتي البحر علاقة يعني حتى وأنا مثلا نايم ولا وأنا في أي مكان دائما أفكر في أي شيء يخص في البحر. والله شوفي نحنا من بدينا أنا يدي نأخذ كبير في الشراعية، ونحنا من صغرنا بدينا القوارب الشراعية، كان أعمارنا 8 سنين 9 سنين نحنا دخلنا في هالمجال، والعائلة كلها يعني أجدادنا وأبانا، فتمينا نمارس الأشياء البحرية. عقب انتقلت لمرحلة المحركات اللي هي مرحلة الجيتسكي، بديتها في 2008 واصلت فيها لمدة سنتين، تدربت للشواحيف اللي هي قوارب خشبية بالمحركات ما يقارب سنة، والحمد لله عقب انضممت لفريق عريق فريق الفكتوري، كنت في الإكس كات في الكلاس الثري كانت في البداية، عقب انتقلت للمرحلة العالمية وأنا ماشي مع هالمشوار. والله شوفي هو دائما تكون نسبة وتناسب، ودائما صاحب البحر اللي مثلا نقول انه خذه يكون هذا لازم يكون ملم بكل شيء، يعني انا فادني اشياء اللي تعلمتها في الشراعية كان اخذه، تعلمت اشياء البحر مثل الموي الدهبالي الرياح، هذه كلها زرعت لي شيء في نفسي حتى قبل ما ادخل الزورق للسباق اعرف اتجاه الهوى وين، لان دائما نحن ما نصارع الهوى في الطراد في الزورق، فنكون يعني اعرف اتجاه الهوى من وين، اعرف الموي كم قدم، كم الميزانيه لهذا، توزيع الاوزان، هذا كله موجود في تاسيسنا من البدايه. نحن الزورق الشراعي في له أوزان نحطها، وفي له أشياء تكتيكات خاصة، في له مثل ما نقول الخايور وهالأشياء، نقطة الالتفاف الدوران، فهذا زرع فينا الشيء، يعني خلان من بدينا تأسيس مثل ما يقولون. صعب الواحد أنت تبين من البر وإنه يتعلم الشغلة في يوم وليلة، فهذه تكون من الفطرة يعني للمتسابق. أنا
جميع الرياضات البحرية صدق مثل اللي تقولين، أنا متعلق في كل الرياضات، لكن أكثر رياضة اللي أحبها هي زوارق السريعة، الحركات السريعة، لأن أنا أحب السرعة وأحب الإثارة وأشوف عمري متمكن منها. صح يقول لك صاحب البالين كذاب، لكن أنا الحمد لله أشوف في هذا المجال متميز. صح في المجالات الأخرى، لكن أنا اهتمامي 100% في الزوارق السريعة. والله في البداية سالم العديدي هو بيكون خالي، ونحن عائلة وحدة وربينا مع بعض، ومن صغرنا نحن بدينا الشراعية ودائما في كل شيء، في الحلوة والمرة، يعني مستحيل. الحمد لله رب العالمين ما في شيء يعني يفرقنا في السباقات. بدينا في الشراعية نحن، كنا قبل في مراكز متأخرة، طورنا من أنفسنا، بدينا كل حد يعطي فكرة، سالم يعطيني فكرة وأنا أعطي فكرة، فنوصل لحدث أو مركز متقدم في شراعية. القوارب السريعة أنا بديت قبل سالم في هذا المجال من 2010، وكنت أكلم سالم يعني عشان يدخل في هالمجال، أنا أشوفه إنسان شجاع ويمتلك الشجاعة، وشفت فيه يعني مواصفات أنه نأخذه فيقدر يقرع عقلي في الزورق. فبدينا معاه في التجارب، كنا نتدرب في المينا السياحي بشكل شبه يومي، يعني في الأسبوع 3 مرات 4 مرات، كان هو يعطيني فكرة وأنا فكرة، فتكون فريق السنة اللي طافت، فريق مثل نقول لك من الشباب بيني وبين سالم، تعرفين الشاب دائما يكون لحفوز الفوز والانتصار، فنكون في الزورق ان احنا كنا نكمل موسمنا العام بمرتبة جيدة يعني وبشيء متقدم. صارت لنا حوادث، صارت لنا اعطال وهذا، فنتعلم من اخطائنا كنا في الموسم اللي طاف. في هذا الموسم الحمد لله الله وفقنا وحصلنا على وصيف بطولة العالم، وحصلنا المركز الأول في كسر الكيلو في أبوظبي، والمركز الأول في السباق الرئيسي. حسينا أن خلاص نحن نقدر نكمل مسيرتنا مع بعض، لأن نحن شكلنا عقل واحد، فهذا الشيء اللي هو يكون جيد بيني وبين سالم، الرابط الجيد. يعني نحن الحين بالإشارة من النفسية أنا عارف إذا سالم هو متضايج في الزورق أو وده يكون شيء بدون ما نتكلم. بدايتنا كنا نتكلم، الحين ممكن بس صباح الخير في الزورق، أو أنت ريدي وأنا ريدي، نتوكل على الله ونبارك بالفوز. حتى في دورانات الانعطافات خلاص هذا مرحلة نحن عدينا منها، والحمد لله مرحلة الاحترافية وصلنا لها. نحب ننوه أن سالم هو سائق الستيرنج للسكان، وأنا للثروتلمان. مهامنا في السباق مهام نحن نعرفها ومعروفة لنا، نطلع خارج ظروف السباق، إن كان موي إن كان رياح إن كان هذا، نحن نعرف نتعامل معه. أما في السباق أنا أعرف سالم شو يبغي، أنا أعرف سالم إنه مثلا هو وده إن نكون في هذا المنعطف، نكون دخول المنعطف بسرعة قليلة ولا سرعة كثيرة. صح ساعات أنا أضغط عليه وهذا سبب النجاح في الزورق، إن واحد يكون أهدى عن الثاني. في مرات سالم يكون نيرفز أنا أهديه فهذا يكون أفضل، أما إذا كانوا اثنين نيرفز في الزورق صدقيني ما راح حتى يتجدم ثانية وحدة في البول بوزيشن. فدائما أو أنا أكون نيرفز يعني متوتر ولا شيء سالم يهديني، هذا الشيء دائما يكون منزرع في المتسابقين. فمهامنا جدا إحنا نعرفها، بس إذا نبغي الفوز فيها يكون شيء خيالي يعني، وما أقدر أعبر لك كيف يكون. من خلال تجاربنا في الزورق وخلال عملنا في الزورق نحن كنا نطمح للأول على العالم،
لكن في ظروف بداية الموسم اللي ما سعفتنا تعطل شيء بسيط عنا، فدائما الشيء البسيط هذا يخسرك مرتبة ومرتبتين من البطولة. طموحنا دائما نحن نكون متقدمين في السباقات، وكنا نتمنى أن تكون في جولة خامسة عشان نضغط المتصدر. نحن وسعنا الفارق ل 109 نقاط، متصدر 130. لو كانت في جولة خامسة كنا بإمكاننا، ودائما هذا الرزق من الله، فكان بإمكاننا أن نحن نطمح للمركز الأول على أن خبرتنا للموسم اللي طاف. وصلت وصافة العالم. أتمنى أن الموسم هذا 2017 أن أخذ بطولة العالم، إن كانت في الكلاس 1 وإن كانت في الإكس كات، حتى إن شاء الله الحين أن ناوي الحين بادي أنا برنامجي التدريبي للفورمولا. فهذا ممكن يعني خبر حصري لقناة ياس، أن أنا قاعد أجهز للفورمولا. إذا الله وفقني إن شاء الله أدخل في الفورمولا، بداية تكون الفورمولا 4. أنا مش مستعجل في الفورمولا، فأدخل بداية الفورمولا 4 والفورمولا 2 وأنافس في الفورمولا 1. أنا الحمد لله رب العالمين، أنا من الشباب الإمارات اللي أمارس أكثر عن رياضة بحرية، ما يقارب 8 رياضات بحرية، لكن الوحيد الرياضة اللي أنا ما جربتها اللي هي الفورمولا، وأنا ناوي أدخل للفورمولا بقوة في هذه الرياضة الشراعية. الحمد لله الله موفجنا، يعني دائما أنا وسالم في زورق واحد وفي محمل واحد، والله موفجنا في هذا الشيء. بس باجي الفورمولا وأكون يعني أكون الشخص اللي لام كل الرياضات البحرية في دولة الإمارات عشان نرفع علمنا في بطولات العالم الخارجية. نحن ما في شيء ينقصنا، دعم الشيوخ، دعم مؤسساتنا، دعم أهلنا، دعم ربعنا، دعم الإعلام، هذا هو الشيء الوحيد اللي وصلنا للعالمية. ما يغلبونا في شيء. نبغي نصير أمريكا، أخذنا بطولات، رحنا أوروبا أخذنا بطولات، جو عنا وأخذنا بطولات. فدائما أتمنى حتى الإعلام يستمتع في كشاب إماراتي أنه يرفع علم دولته عالية. الفورمولا بتكون في 2017 ونزل الجدول أتوقع شهر 4. أنا حين أعد نفسي بدنيا صراحة، دائما تمريني تكون فترة صباحية قبل العمل، والفترة المسائية اللي أمارس الدراجات الهوائية وهذا، لأن دائما السباق هذا الفورمولا دائما محتاج جهد بدني، ويكون دائما الجسم السليم في العقل السليم، وهي هذه لازم نحن نكون متوازنين فيها. فكل ما أنا قوة جسمي وقوة قوة تحملي، أحس أن أنا أكثر راح أعطي في منافسات الفورمولا. وإن شاء الله نحن في عنا تجارب بعد فترة أسبوعين ثلاثة أسابيع، عدة متسابقين راح يجربون، والأفضل راح يكون هذا، وإن شاء الله توفيق من الله. مشكورين قناة ياس، صراحة القناة الوحيدة اللي تدعمنا واللي نحن نحب هذا البرنامج نشاهده، ونتمنى تزيدون وتعطونا أكثر من هذا، مش أنا، لكل الرياضات البحرية. مشكورين. ماذا يحمل لنا الأسبوع القادم من فعاليات بحرية من المتوقع أن تشهدها الدولة؟ المزيد من التفاصيل في أجندة السردال الأسبوعية.
بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة السردالي لهذا الأسبوع. لقاؤنا بكم يتجدد في الأسبوع القادم بمواضيع وفقرات متنوعة. شكرا لحسن المتابعة. إلى اللقاء.